ولدي ولدك بنتي وبنتك وليداتنا يا الحبيبة يا للا الحبيبة يا للا بنتي. معنا ومعكم مستمعينا ومستمعتنا اللحظة وفقرتنا وليداتنا، راهما وليداتكم أكيد، الأستاذ جمال الدين سديدي مستشار تربوي وأسري، ونقول لك صباح الخير. صباح النور. مزيان ناشط بخير فرحان. الحمد لله. الحمد لله. وهاد الأمطار أمطرت الخير في الرباط كنت نعمو بها. ما شفناهاش. جو ولكن شاعري. نعم ولكن جينا في الجو ديالها يعني. ولهذا تنطلبوا من السائقين والسائقات ياخذوا الحذر. لأن هاد القطط الأولين كيسبقوا انزلاقات تماما. انزلاقات الإنسان يرد باله. تماما تماما. وباش نزلقوا على الموضوع شوية نبغي نشكر مصطفى أكيد اللي معنا في الهندسة الصوتية، مصطفى العلوي اللي حضره أكيد متميز، والأنامل ديالو راه خدامة تبارك الله في ذاك البيبي بيتر. شكرا لك مصطفى. نبقى في موضوعنا اللي البارح بديناه واليوم أكيد ما غاش نساليه لأنه فيه تبارك الله ما يتقال، طفل الوحيد اللي عند باه أمه اللي سواء من صلبهم أو لا متبني ومربي، المعاملة ديالو كيفاش خاصها تكون؟ الجواب معك الأستاذ جمال الدين سيدي بين ما خدينا كل مكالمات الهاتفية. إذن كنا بدينا البارح بدينا هذا الموضوع وقلنا أنه حالة خاصة وتيمكن دوز مرة الكرام ما كاين حتى مشكل، بالعكس بالأكثر من هذا راه الطفل الوحيد أو الطفلة الوحيدة راه تيقدروا يكونوا قياديين ومتميزين في حياتهم إلى تعاملناهم بالشكل اللي ننتبهوا ليه لان عندهم خصوصيه. نعم. اذا قلنا من بين الخصوصيه ديالهم انهم خصهم يكونوا اجتماعيين، هما في الاغلبيه تيكونوا عدوانيين اغلبيه تنقول والخجل، وتيقدر يكون دوني يعني. نعم. عنده هذاك الدونيه مع عدم الثقه في النفس كيمكن. اذا كيفاش نتعاملوا معهم؟ قلنا احنا اولا اذا كان في ظل العائله كاين الجد والجده راه المساله مزيانه ما بين الخوت يعني عامره الدنيا. اما ملي تيكون بوحدو حتى ملي كنزورو الأصدقاء ولا الحباب تنديروا صلة الرحيم، ملي كيرجع راه تيولي عدوان وتبدا يهرس تيولي عنيف جدا. علاش؟ لأن تيحس بواحد الحاجة سميتها الغيرة. بالأكثر من هذا لقينا حالات الغيرة مناش الغيرة بأن الآخرين عندهم الخوت وأنا ما عنديش كيبدا يكسر. بالأكثر من هذا تيوصل واحد، ولكن هذه المهم نادرة، لكن التكسير يعني من الصياغ اللي ممكن أنها تخرج منه، يقدر ينطوي يقدر على حسب الشخصية. الشخصية حيث بعض المرات عنده طاقة كبيرة خصو يفرغها، تيفكر في التهرس وأن دائما الرفض ولا إلى آخره، وتيقدر يخاصم ما بين الناس تقدر يخاصم. ولقينا حالة هذو جو عندنا في مركز المشورة، يدير شي مكيدة يعني ولا مكيدة باش يوقع ما بين الناس. مثلا تيشوف شي واحد ناجح تيخسر ليه داك النجاح تيولي راه داك مثلا يقدر. نعم. يقدر. نعم. احنا قلنا الا كان عاش في وسط العائله فيها عدد الافراد كثيره مسائل كدوز بخير وعلى خير. من بين الحوايج الناس اللي عندهم الطفل الوحيد او تبناو شي طفل تيعطيو الاهتمام الكبير والدلال والفشوش، عاوتاني عاودوا تيحصلوا كذلك لان تيولي هذاك اللي ملي تيكبر تيولي عندنا ان غرون بيبي. نعم. وتيكون اناني حوايجو هذا يعني صعيبه الحاله. اذا كيفاش نديرو؟ اولا نحاولوا نديروا ليه اصدقاء، حنا نقلبوا ليه الرفقه، نتصاحبوا مع الناس اللي صحابو مثلا في المدرسه ونتبادلوا الزيارات، اما يكونوا عندنا او نكونوا عندهم. الاولاد خصهم دائما نديروا لهم هاد الفضاءات. نعم. الفضاءات اللي كنتكلموا عليهم دائما وطلبنا من الناس حتى تكون مبادره. نعم. من طرف الناس اي نديروا المسرح. ودابا انت راه هذا هو تقريبا الحب ديالك للمسرح. نعم. مسرح رائع، وانت كتعرفي الناس كيفاش كيتكونوا في المسرح وكيفاش كيوديو يقدروا دارتهم، كيفاش يعرفوا يتعايشوا مع الناس ويتواصلوا. وهذا التواصل من بين اهم التقنيات اللي خص الناس تشتغل عليها ونعلموا ولادنا التواصل غير العنيف بحيث نوصلوا لواحد الايجابي اللي فيه تيقول هذه الكلمه نعقلوا عليها انا بخير وانت بخير. يعني فهاد ياخذ هاد الصوره دائما قدام عينيه وهذا الاحساس دائما يكون لابسه، انا بخير انت بخير. حسن الظن. نعم. حيت اي انسان فيه السلبي والايجابي حنا ماشي كاملين ولكن انا حقي باش نعيش مرتاح وبخير نشوف غير الحوايج الايجابيه. ودازا نقول حتى للناس كاملين الازواج يشوفوا في اللي معاهم هذاك الشريك ديالهم شوفوا الحوايج الايجابيه ما اكثرها. نعم. لان ملي كتفكر في شي فكره سيئه راه كتستدعي مثيلتها،
كتبان لك غير الحوايج القباح اللي دار فيك هذاك الراجل. نعم. لا ركز على الحوايج الايجابيه. نعم. هذيك الضحكه ولو قليله نفكر فيها ونكبرها ونحج نعطيها حجم كبير في حياتي غتجيك بالعكس اكثر من هذا شتي هي واخا قليله غتستدعي لك حوايج اخرين ما انتبهتي لهمش في اللاوعي التجربه يمكن. يمكن حركات غير داك الضحكه شافيك كنتي كدوزي اتي داك الساعه باقي تيهضروا عليك شافيك واحد تشوفها كتجي ديك مثلا ديك الجلسه اللي كان جالس مع عائلته وانت في الكوزينه وقال لك اجي تاكلي معانا يعني هذاك تقدير هذه راه مهمه ودازت مره الكرام بالحق راه كردوا ليها البال حنا العيالات اكيد نعم. وما نكرش انا العيالات يكون عندهم واحد السجل يكتبوا فيه حتى لا نساو ندير المراجعه مزيان. ولا تنسوا الفضله بينكم من بين الحوايج ان الرياضات الجماعيه حتى هي الرسم كذلك الحاجه اللي فيها الناس بزاف نديروا من بين الحوايج عاوتاني تنطلبوا من العائلات هو يدخلوه مبكرا للروض. حنا ضد في الحالات العادي من يكونوا الاطفال كثار ما يدخلوش للروض بكري بالحق في هذه الحاله ديال الطفل الوحيد يستحسن يدخل علاش باش يشوف الاقران ديالو ويعيش في ذاك الجو اللي هو محتاج لذاك اللعيب. نعم. بعض المرات التواصل مع الاخر الطفل الوحيد بعض المرات ملي تكون عنده الضامه ولا تكون عنده الشطرنج كيلعب من هذه الجهه ويدوز يلعب من هذيك الجهه كيبغي ينفرد بوحده. نعم. وكتكبر معاه انه وحيد وتلقاو مجموعه ديال الناس يكونوا داخل الفريق ولكن تعود على انه يكون اناني. نعم. اذا تنتمنى الحويجات الناس كاين واحد الحاله اللي هي كذلك مهمه واللي ما نقدروش نتجاوزوها فقره وليداتنا هما الناس اللي كيربيو وليد وسط ولادهم كيكون هو الصغير مثلا ولد يتيم يعني عطفه وحنان انا خديناه وربيناه فما خاصش يكون الميز ما خاصو تهلا فيه كما كتهلا مع ولادها اللي من صلبها. فانا شفت حاله صراحه الولد الصغير مربي ما مهلينش فيه يعني حتى في الهندام ديالو ما عنده حتى علاقه مع خوته اللي مربي معاهم وبقى في الحال بيني وبينك لان كما يتعامل هذاك الولد يتعاملوا الكبار اذا هنا غادي نقول واحد ديال فيروز. نعم. ان كنت تنوي قتلي قتلتني مرتين اذا بجيتي دير فيا الخير خسرتي كل شيء. نعم. انا تنطلب من العائلات اللي تيبغيو يتبناو واحد الطفل ولا طفله وهما عندهم الدراري يستحسن لا نفضل الناس. نعم. اللي ما عندهمش الولد. نعم. هما اللي يتبناو الولد لان هنا غنبقاو نتابعوا الا كان الميز دابا راه حتى الا بغيتي تحسن العدل صعيبه هادوك الاولاد الاصليين تيبداو يغيروا وغينوض لك واحد مشاكل اخرى انت في غنى عنها. اذا الا كانت عندك الامكانيات انك تبنى ذاك الولد تساعد اسره اخرى تاخذ هذاك الولد. هذا جانب مهم جدا انتبهوا ليه مهمه جدا. نعم. فهمتي لالا جيهه؟ اذا انا عندي ولد بغيت نجيبه وعندي ولاد لا نشوف شي عائله اللي ما عندهمش الولد ما عندهمش الولد ونساعدهم انه يتبناوا باش ما نطيحوش في هذا الفخ ديال الغيره والميز. اما اذا كانت عمدا هذا مشكل اخر لان هادو رجعوا عندنا المركز المشوره. هذا جانب كاين واحد الجانب اخر في هذا الصدد هو غادي ندوزوا عليه غير مره الكرام. واحد الاضطراب نفسي ومن بين اخطر الاضطرابات النفسيه في الساحه موجوده في المجتمع هو الوسواس القهري. هو الوسواس القهري باش الناس تاخذ فكره عليه باش الا بان لهم في ولادهم او في نفوسهم وفي راسهم ينتبهوا لهذا الوسواس القهري. هو راه غير السميه ديالو قهري تيقهر. والوسواسه شنو معنيتها في التفسير ديالها؟ يعني عندك افكار افكار غبيه وانت عارف تافهه وانت عارفها تافهه ومآمن بها ولا تستطيع التخلص منها. صعيب هذاك اللي ما تيفهمش هذا الاضطراب تيبقى يقول لي لا انت راه ما تتفهمش اش كتقول هذه الفكره ولكن هو ماشي لخاطر يعني خصو مرض وخص الناس المحيطين به يتكونوا في هذا المجال كيفاش يتعاملوا معه. هي صعيبه ان المحيط يتعامل معه. اذا تطلبوا من الناس اللي عندهم مثلا هذاك الشريك الزوج او الولد وجدنا عنده حاله غير باش نذكروها ونكونوا. نعم. يعني امانه قدام المستمعين وقدام الوفاء ديال المستمعين. حاله ما غاش نذكروا لا الاسم ولا المدينه السيده اللي اتصلت يعني قبل دقائق اللي تكلمات على علاقتها بالزوج ديالها واللي استاذ جمال الدين السديدي وللاسف الشديد ومستمعينا ومستمعاتنا الرجل كيشك فيها انها على علاقه بولدها. فين حنا سي جمال الدين السديدي؟ فين حنا من الاخلاق وفين حنايا من الاب اللي خاصو يكون مثالي في تصرفاته في حنانه في معاملته؟ فين حنا ملي الراجل يشك في مرته انها على علاقه بولدها؟ دابا هذا الشيء اللي قلتيه لالا جيهان هو نقدروا يضرنا بزاف نقول هادشي راه ماشي معقول وكاينه ازمه اخلاق في الحاله العاديه.
ملي تيكون الانسان ساوي. لكن في هذه الحاله عاديه جدا. انا تنقول علاش الوسواس القهري فيه جوج حاجات كيمشي ليهم، كيمشي للدين والجنس. هذوك الناس اللي تيبدا يعاود الوضوء بزاف المرات وما تيفهم واش صلى جوج ركعات ماشي جوج ركعات، واش كنقي، واش ما قاش شي حاجه في الوضوء ديالو ياك ما تغيط. ويقدر يعاود 50 مره الوضوء، 50 راه ماشي لخاطرو. انا داكشي بغينا العائلات يفهموا هذه القضيه، راه ماشي لخاطرو. يعني داكشي قلنا حنا، يعني هذوك الافكار تافهه توافي لكن لا يستطيع التخلص منها، ما تستطيعش وعارفه، وهذا الشيء اللي كيزيد يدمره. فهمتي؟ ماشي بحال الانفصام. الانفصام يعني افكار يعني غبيه بالحق ما امن بنا حقيقه. هذيك انا اللي معايا على صواب، هذيك صعب ولكن هذيك قليل بالحق. هذا الوسواس القهري راه عادي انه يشك في الزوجه ديالو بان عندها علاقه مع الولد ديالو. وكي اللي تيشك مثلا غير تيشوف شي وليدات ما تيقدرش يبوسهم، علاش؟ تيقول راه غادي خصني نمارس معاهم. في المخيله ديالو تيبدا يخاف. يعني كتجي مراه مثلا الله يحفظ مراه يعني تجي عندنا لمركز المشوره وعندها هذه الافكار ان فيما كتكون شي وليد كتقول لا راه خصني نمارس معاه. هذه مراه وكتحمق. لا اله الا الله. صعيب، ولهذا باش نقولوا للناس ياخذوا بالهم راه هذه المسائل عاديه وناخذوا بيد هذاك المريض. دابا اش كنطلبوا من هذه المراه؟ لها خياران. اللي عندها مشكل مع راجلها. مشكل مع راجلها. الا قدرات قالت لك هي واش نطلق؟ انا بالنسبه للطلاق انا هو اللي ما يعجبنيش. هو حلال لكنه ابغض الحلال. لكن هو هي تتكون ادرى واش عندها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا وسعها. الا دوزت سنين صعيب. صعيب. الانسان اللي معك الوسواس صعيب لان هي بنفسها دخلت في اكتئاب. غادي مرضها. غتمرض والامراض النفسيه غتحول لامراض عضويه. الا كانت العائلتين معاني تدخلوا ويساعدوا هذا المريض انه يكون تيتعالج. هما راه تيتعالجوا. وتيتعالجوا هنا كاين واحد غير يقبل ويتقبل انه خصو يتعالج. غير هو كاين واحد الخلاف كبير ما بين الاطباء في العالم. كاين اللي تيقول لك ما تيداواش نهائيا، وكاين اللي كيشتغل لنا فيه الحوايج اللي عضويه كيميائيه، وكاين اللي الوسوسه من الشيطان. انا تنرجح الكفه ديال الايمانيات لكل داء دواء، وكنمشيو في العلاج المعرفي بالايمانيات الروحاني متعلق بالله سبحانه وتعالى. كتنجح معاهم وكيجيب الله الشفاء نهائيا. لكن هي واش تقدر تستحمل؟ هي تعرف هو شنو البدايه ديال العلاج او انها تقبل. هي الادراك ماشي الخاطر. راه مريض عندك مريض في الدار. ما عندك مريض. الا قدرتي تعايشي وتغافلي على هاد الحوايج بعد ما تيقول لي كنشك فيا مع راه عاديه ماشي الخاطر. هو ما غير ساوي وعنده اضطراب نفسي. تقدر ترتاح وتعرف بانها في معيتي وانها معصبة. هو خصو يتعالج. لا خصو يعرف لان الوسواس القهري وتيكون عارف راسو مريض وتيقاوم انه ما يمشيش عند الاخصائي. ملي كتوصل واحد الوقيته تيكون فيها المعاناه كبيره تيكون مضطر انه يمشي. ناخذوا هاد الوقفه الاعلانيه ونرجعوا لكم مع نجاة من ايطاليا. مع الفورفي الجديد لا محدود برو ديال ميديتال الخاص بالمهنيين، زيدوا خذوا راحتكم في الهضره. غير ب 199 درهم شهر مكالماتكم نحو جميع الشبكات الوطنيه غتولي لا محدوده. للاطلاع على كل عروض لا محدوده الخاصه بالمهنيين ما عليكم غير توجهوا لاقرب وكاله ميديتال او تزوروا الموقع الالكتروني entreprise.meditel.ma. ميديتال ديما راحتك. جاليتنا المغربية الموجودة بإيطاليا للا نجاة، نقولوا صباح الخير توحشناكم. صباح النور كنشتي حنا يا اختي توحشناكم بزاف. حتى حنا موحشينكم. كنبغيوكم بزاف بزاف بزاف. حنا موحشينكم نجاة. حنا مستقبينكم في هاد العواشر ولكن التلفازة الحمد لله والراديو داير بينا واحد تواصل واحد رابط وناسة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وناسة بزاف. راني من المستمعات من 2007 تبارك الله. من المستمعات ديالكم الوفيات تبارك الله. وراني فرحانه اليوم واخا كاين شويه من الارتباك. لا ما يكون ارتباك. لا ما يكون ارتباك ما يكونش. انا احنا خوتك مبروكه وكنجي هذيك السنسيه والاستاذ جمال وجميع الطاقم. نعم. الله يجازيكم بخير. شكرا لك نجاة. تفضلي كاين فاش نخففوها فاش نساعدوا. اختي عندي انت جوج وليدات. عندي وليد عنده 6 سنين
وعندي بنيتها عندها عامين ونص. المشكل اللي عندي في الوليد اللي عنده 6 سنين. بدا اختي لاحظت المشكل ملي كانت عنده عامين، ما هضرش ليا. الوغ ملي ما هضرش ليا قال لي البيدياتر ديالي، قال لي الدري راه معطل في الهضره، مع انا هو الاول ليا وما حدايا العائله لا والو، ما عرفتش كنقول ربما هادي. ملي قال لي الطبيب هكاك بديت تنبحث، مشيت عند لوبيتال اللي مختص في الصم والبكم. أيه. ملي مشيت قالوا لي غنشوفوا السمع ديالو، الا كان ما تيسمعش راه ما يهضرش. المهم اللي داروا لي اختي داك الشيء قالوا لي راه تيسمع 100% الوليد. نعم. غير ديه المشكل ديال الودني راه ما عندوش مشكل، راه تيسمع. المهم اختي جبتو كنتسنى يعاود يهضر، ما هضر لياش. وصل المهم عامين وشي حاجه صافي، بديت تنتبع ليه عند المرويده ديال النور مرطفونيس. مزيان. أيه. وفين وصلتي؟ المهم اللي بديت تنتبع ليه الايامات الاولى تيقولوا لي لا راه غير كاينين جوج لغات العربيه والايطاليه، راه صعيب شويه على الوليد. هنا فين بقينا ديه للروض، انا كنت ما خدامه ما والو غير معايا في الدار، قالوا لي احسن ديه للروض باش وبقيت في الدار تهضري غير بالطاليانيه. هذا الشيء اللي درت والو، ما لاحظت شي تطور على الوليد. شويه ملي تبدا تيكبر بدات كتكبر معاه الحركه. ولا حركي بزاف، المهم الطبيبه تتقول لي هنايا، تتقول لي شوفي راه هذا هو المشكل اللي عنده، راه غير مشكل لغات. ديتو انا لواحد المستشفى عندنا في بيزا هنا في ايطاليا. هذا المستشفى يعني عام تيديروا التحاليل ديال الجينات، التحاليل ديال الخلايا، تيديروا الكامير. درت فحص شامل، هو فيزيك ما وما عنده حتى شي حاجه الحمد لله، ولكن انا درت فحص الداخل. شنو عطاك النتيجه؟ اي حاجه اختي كتخرج ليا نيجاتيف، حتى شي حاجه ما خرجت ليا بوزيتيف. كيفاش اي حاجه تخرج ليا؟ نقول لك اختي ما عنده والو حيرني، ما عنده حتى شي حاجه. انا الوقت اللي كملت هذا الشيء في المغرب تيعيطوا لي تيقولوا لي ولدك عنده مس، جي هنايا ديه ديري لي الرقيه. اختي المره الاولى ما امنتش، شويه سلمت امري الرقية الشرعية. أيه. شو غنقول تقهرت، بديت ندير في الرقية في المغرب. أيه. ما لاحظت شي نتيجة والو. والولد عاودت رجعت عاوتاني لإيطاليا. أيه. عاوتاني بقيت درت تحاليل أنا وراجلي، تيقولوا لي واخا تولدي تعصر الدراري المشكل ماشي منك. دابا الأطباء أش غنقول لك أختي، لقيت إيطاليين في الجنب الله يجازيهم بخير واقفين معايا، ما خليت فين نمشي. يعني ما خليت فين، ماشي بقيت محبوسه في هذه المدينه. جريت مشيت، كل شيء كيقولوا لي ولدك ما عنده والو. ما شخصوش ليك حتى الحاله، يعني التشخيص ديال الحاله ما كاينش. ما شخصوش، هذه يا اختي ديالي قاتلاني ومزانيه معايا، ما عرفتش شحال تودي اشنا هي. ودابا 6 سنين باقي نفس الحاله. انا قلت لك دابا 6 سنين باقي بالكوش. باقي دابا في الزنقه، الا ما شديتوش من ايدو يهرب ليا ما تيعرفش. لا نجات واش كيفهم هو؟ كيفهم هضرتك؟ كيفهم الاشارات ديالك؟ يتجاوب معاك؟ دابا شويه بدا تيتجاوب معايا شويه. الاول ما كانش تيفهمني، دابا نحدو تيتطور، ولكن داك التطور قليل. دابا ولا تيهضر، ولكن ما تيهضر جمل قصار، ولكن تيحاول يهضر. لا نجات مثلا كيقول بابا، كيقول ماما، يعني كان دابا بدا تيهضر، تيقول بابا ماما، الطلبات ديالو وداك الشيء. ولكن باقي داير الكوش. لا نجات. اولا ما تبكيش لالا نجات، قلبنا معاك حنا باش نفهموا مزيان. شوفي، اولا من بين الحوايج اللي نخبرك بهم هو واحد الوليد كان تعطل حتى 4 سنين عاد بدا تيهضر. هو اينشتاين، يعني العالم رقم واحد في الدنيا الى يومنا هذا، مول النسبيه، يعني باش غير تطمئني مزيان. ونزيد نبشرك بواحد القضيه، لكل داء دواء. فهمتي لالا نجات؟ لكل داء دواء، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انت ما تنامش انا يقول لي الطبيب ما عنده ابدا. وغنطلب منك شي حوايج، غندخلوا في الروحانيات. اولا احسني الظن في هذا الابن بانه غيتشافى وغادي يهضر وغادي يصد عليك راسك، كتبقى تقولي ليه سكت مزيان لالا نجات، ولكن يكون عندك اليقين. اليقين ان الشافي هو الله. ومن بين الحوايج اللي غتبقى تكرريها بزاف
تعقلي عليها لالا نجات ولا كتبيها. أسأل الله العظيم يكتبها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولدي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ولدي. كتبتيها لالا نجات. أه. تبقى تكتريها بزاف. هذه الأولى. دابا أنا نجيك الولد. الولد من وقعت له يعني في داك السن اللي خصو يهضر وما هضرش. شنو كان وقع في الدار لالا نجات؟ تفكري شنو كان المشكل بينك وبين الراجل؟ شي حاجة وقعت؟ كانت عندي كانت عندي مشاكل. لأن عنده صدمة نفسية هذا الوليد في الغالب. واش شاف شي حاجة؟ تفكري غنقول لك ما أنيش أنا ملي مشي أنا ملي مشيت عند ديور الرقية كيقولوا لي شاف شي حاجة. أنا تنقصد مثلا أنا تنقصد أنا ما تنهضرش على رقية الشرعية حاجة أخرى. واش شاف شي حاجة؟ بالنسبة للرقية أنا معاك رائعة وخصنا نديروها قاصتنا شي حاجة ولا ما قاصتنا القرآن الكريم؟ تهضر لي زعما على المشاكل في الدار شي حاجة بينك وبين الزوج أو شي حاجة بين العلاء شي حاجة وقعت ما تفكريش ما بين صفر وعامين. اللي وقعت في هذيك اللحظة أنا ما كانوش عندي الوراق كانت نفسيتي متأزمة لدرجة ما كتصورش لأنني 4 سنين ما شفتش عائلتي. كنتي في الرعب؟ كنت في الرعب في الخوف وفي كندور في بلا وراق وخا معايا الزوج ديالي وداك الشيء وصافي وليت بغا نتفارق معاه في هذيك اللحظة يعني كنا مشاكل كثيرة 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 بزاف. إذن هو أسأل نعم تفضلي لالا نجات. واحد المشكل أخر وقع لي في الولادة أنني داك لما فين تيعيش البيبي ضاع لي قبل ديك الأيام عاد ولدته. هذا هو سؤالي كنت نسولك على الولادة كيفاش دازت كيفاش دازت قلتي السقية الماء ديال الماء اللي داير بالولد ضاع قبل ما يتزاد. ضاع 3 أيام أنا تنقول لي نفتحوا لي تيقولوا لي يلا القلب ديالو باقي تيضرب ما تخافيش أنا هذه هي اللي بقى ضراني في راسي كنقول ربما ولكن هذا غوت دابا لالا نجات نعم شنو الحل اللي عندنا؟ الحل اللي عندنا هو فعلا خصو يكون مع بين الاقران الدراري ولكن اللي مطلوب منك لالا نجات في علاقتك مع الزوج تكون رائعه خصها تصحي الا ما كانش باقا كاين اضطراب بينك وبينه او مثلا هو مشغول بزاف في العمل خص يكون واحد الدفء يكون في الدار الا بغيتوا ولدكم يرجع خصو يكون الدفء وتهضروا معاه بزاف وعمرك ما تكوني مغوبشة مبتسمة وباكية ولكن يكون اليقين أنك مبتسمة من الداخل حيت ولدنا تيحس إلا قدرتي توصلي لهاد الحاجة وانت قادرة انت قادرة لأن علاش عندك الدافع قوي أن ولدك يهضر ويكون ساوي مزيانة لالا نجات الحل عندك أنا قلت لك خصو يكون عندك اليقين حسن الظن في الله هو الشافي ولكن حنا تنبدلو مجهود كندير واحد الجهد يعني تنديرو اسباب نعم. الاسباب هو نخلقوا الدفء هو الاول الراحه يعني الدار بعدا تكوني نشطه كديري الرياضه فرحانه معاه تنشطو تخرج معاه تغني ليه دابا تشطح معاه تخرج معاه فاش تنخرج معاه يعني ملي تندخلوا لاي سوبر مارشي اي بلاصه تيقبط ليا الحوايج وتيري خاصني نشدو من جوج يدين ما كيبغيكش انت هي تمشي تلهي في شي حاجه اخرى عليه هذه المساله ديال الحركه شوفي دابا واحد من الحاجه استاذ دابا لدرجه وليت منغالقه ما بقيت تمشي عند شي واحد وما بقيت نبغي حتى شي واحد يجي عندي للدار لان فاش تيدخل عندي شي حد للدار تيكثر الطلبات ماما بغيت الروسو ماما بغيت الماما بغيت كيبغيك ليه ملي تنسول الكوتش كتقول لي وراه هو تيبغي يثير الانتباه ديال هذاك الشخص اللي كاين تيبغيك تكوني ليه شوفي هذه القضيه نجات باش ما نحولوش الموضوع المعالجه شنو بغينا هذه القضيه ديال الحركه عادية وأن تيتير الاهتمام خصو ما يتيروش نكون أنا كنهتم وخا يجي عندي ليه جلا بالعكس وما تنعازليش تكوني علاقتك مع الناس وتخرجي ولكن الاهتمام الكثير هضري معاه ضحكي معاه خدمي على ذاتك تكوني فرحانة غيجيب الله التيسير بإذن الله إن شاء الله والتيسير أكيد معكم مستمعينا مستمعاتنا في 2011 حاضر معنا الأستاذ جمال الدين سديدي كرحبوا به دائما وشنا هي الأم العظيمة الصفات ديالها المميزة موضوع ديالها. مهم يكونوا معنا أكيد ونتمنى المستمعات يتواصلوا معنا خصوصا الأمهات فينا على رقم 0537709539 كونوا معنا رحنا دائما معكم.